فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، الحضور الكريم. أود في البداية أن أعرب عن خالص تقديري وسعادتي بالمشاركة الكريمة لصديقي العزيز فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي والتي تأذن بمشروع الدولة المصرية في مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع. كما أتوجه أيضا بالشكر للضيوف الكرام السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي أن أتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية التي ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور، وهو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية، مؤكدا تصميمه على المضي قدما في مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل مشرق لمصر.